كن على يقين لن تسلم من كلام الناس دام أن لك روحا تسير بها على هذه الأرض. خير منك سيدة نساء أهل الجنة مريم عليها السلام، تكلموا عنها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. مهما كنت طيبا نقيا صافيا، والله سيتحدثون سيتكلمون. اسمع اسمع، والله والله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من قال وقيل. قد قيل في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل أن له ولدا وصاحبة، زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. والله لن تسلم، خذها قاعدة، أرح قلبك.